الخبر اللي عاد عن يارا عزيز وعملية خشمها. فيارا نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات وهذه صورة خشم جدا يطلع من الدم، والغالب بيقول انه هي عملية خشم. وهذه نزلت هذه الستوري تقول بيعرف غايبة عنكم بس عملت عملية وتعبانة كتير، راح ينزل لكم مقطع واشرح لكم فيه كل شيء قاعد يصير بس ارتاح. ولكن بعدها وضحت ان العملية هي مو عملية خشم وانما موضوع ثاني، فكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو توقعاتكم بموضوع ليش صار بخشمها. الخبر الثاني عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر عدنا هو سوبر فاميلي والمفاجأة النارية اللي مجهزين اياها. فسوبر فاميلي نزل على حسابهم بالانستغرام شوية ستوريات لانه من خلاله راح ينزلوا المقطع، وهذا المقطع يقولون به هو بعد ما جابوا الاسد هذه المره راح يجيبون حيوان ثاني، وهذا حيوان يمكن ثلاثه او شيء، فما ادري من هذا الحيوان. اكتبوا لي بالكومنتات شنو تتوقعون الحيوان راح يجيبون، اعطوكم ستوريات شوفوها. سوبرز يلا الاديتنج ابتدى، الاديتنج تبع الفيديو ابتدى. اوكي يلا بي ريدي، ار يو ريدي؟ شوفوا تحليلات كيكي وجي سي. انا ابو زرافه. زرافه ثلاث زرافات. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدف هو جادو فراب، فجادو فراب نزل مقطع على قناته باليوتيوب، هذا المقطع كان مقلب ناري. حطكم رابط مقطع بالوصف، اتمنى الكل يروح يشوف المقطع. بصراحه فكره المقلب كلش جديده وكلش ناريه وراح تصدمون من تشوفوها. بعد اكتبوا لنا بالكومنتات اشتركوا باللي شفتوا، واكتبوا لنا من تتوقعون الحيوان راح يجيبوه سوبر فاميلي. الخبر الثالث اللي عدنا عن اميره وردها على محمد كريم، فبعد محمد كريم نزل شويه ستوريات قاعد يحكي بها ويوضح بها للمتابعين انه علاقته باميره انتهت، فاميره نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات هو كانت كاتبه بيها هو ما يستاهل، والواضح انه هي تقصد محمد كريم بكلامها. وهذه نزلت ستوري ثاني انا مربط شعري وباقي خصله نسيتها بقصها، فما ببالك باحد يتعب نفسيتي، اهم الواضح انه تقصد محمد كريم ونقصد انه هي تعب نفسيتها هوايه. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم برد اميره على محمد كريم، وهل تتوقعون بيناتهم مقلب او لا. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم المتابعين على انس بيسان اسماعيل، فانس نزل على سبب التيك توك هذا البوست، وبهذا البوست يا حبايب جنبي هذا الفيديو شوفوه اللي جنبي بيسان بعدين صار بيسان الثانيه، ففعليا كل الكومنتات اللي عاد تتفجرت انه قاعدين نقول لهم احنا بيسان واحده ما خلصنا شلون بيسان اثنين، وانا حاطكم بلوكم لهذا الكلام. فهذا الفيديو يا حبايب قدامكم، بعد اكتبوا لنا بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر هل تستحقون تهجم الرضا ولا او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن برهوم المراوي والحادث اللي سواه، فبرهوم نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، كان بيحط هذه الصوره السياره مسويه حادث وكاتب لي جوا الحمد لله ويقلب مكسور واضح له كلش متضايق، ولكن بعد نزل ستوري يقول الموضوع مقلب. ياب موضوع مقلب، فبهذا الستوري وضح فيه المتابعين ان هي مجرد كانت سيارة طق لها صورة حب انه يحطها بالستوري عنده. صراحة ما بعرف سيارة مين هاي، بس لازم نحمد الله على كل شيء يا باشا، على طول يعني قولوا الحمد لله الحمد لله. والله أكلة صواب ما يخينا. الخبر الخامس اللي عدنا عن نور ستار مشكلته ويا امها، فنور ستار نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات معصبة شوية من امها، السبب انه قاعدة هي متأخرة وهي تطلع من البيت بسرعة. تخيلوا انه ماما متأخرة ساعتين، ساعتين، ساعتين متأخرة علينا. مو ساعتين، نو. ساعتين. تقبل الله. أول مرة بتصير بتاريخ البشرية إنه أنا جاهزة قبل أمي وأختي. كذاب أنا جاهزة. وأنتِ جهزتي وراي؟ لا كذاب. وهسا بعدنا ناطرين لا ماما لا لا تجهز. ماما ماما. المشكلة انه اني حاليا ما اقدر اقول للعالم، احنا طالعين نتعشى ويا اقاربنا واصدقائنا اللي جايين من العراق يشوفونا ونشوفهم وكل شيء، المشكلة انه ما اقدر اتشذب عليهم واقول لهم والله تاخرنا زحمة بالطريق، لانه اني بالبيت اصور ستوريات هسه وهم حرام يعني حرام راحوا اوريدي وصلوا على المطعم، لانه امي العزيزة الغالية تاج راسي تاخرت شوية علينا بس ساعتين يعني. واتساب نور ستار. واتساب نور ستار؟ يا متأخرة. أصلي أبطل يعني؟ يا متأخرة. يعني شلون؟ الدنيا بس تريد والآخرة ما تريد؟ شلون يعني؟ يا متأخرة. عادي. يما بدوة أنا بدوة. بدوة. هذول بالدنيا يرضون. إيه. يما شوف الحنة، شوف الحنة يا بوي، يخجل قلبي، يخجل قلبي، يخجل قلبي. يخجل حنة حنة حنة. هذول مال عيد. قلبي. مال عيد يعني فرحتي. خلاص لا تقولين يعني كل شيء. بطلة حبايبنا وصلت مقطع حبايب، حاب اشكركم على الدعم اللي صراحه حق السابقه، فاتمنى هذا الحق ايضا فجرها باللايكات مثل هذه الحلقه ونوصل اكثر من 50,000 لايك، وبس كانكم في زي ما قالت ملك القصص، ومع السلامه.